لا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان، احنا جايين في مصلحه وهنتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي حسن. حسن اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني ايه؟ اوعى يا عم الحاج، اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى للوز، اصحى اصحى لما نحقق يا عم الحاج. حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. النبي ليلتك عسل والله، النبي عسل ان شاء الله. هي 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 ابو خلوب يا جامد انت. هي اتفضل. دي فنون شعبية. ده فنون شعبية. محمود رضا دي. محمود رضا انا هنا معاكو.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف النهارده انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي. لا. ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكه دخل عليا فرحت ظرف وانا بقى من تحت اللاطو كده وطلعتكم ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت. ومات. ومات. مين ده اللي مات؟ هذا الشخص. لا ده هو لسه بيفرفر لحد دلوقتي. الدم رفير. واو. ما ده؟ كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. ايه؟ سلم بي. يس. سأعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلين بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شطه كده ده حلو قوي. السلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي. بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع. ندمه. رائع سيرلين بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا حرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوت بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد لجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكلت. نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. نصر ايه؟ مدينة نصر؟ مائل. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدان عبدين. ومدان عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة عبد على الناصر. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في الأوضة الصيامة. هي. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى. اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق. عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي. مش كده ولا ايه؟ سيئة نجوة أوي. حببت انت. عو. ما تدني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا ليندي مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟
خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. ما تدايق كده. انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات مبدئيات الحلوحو. ونحن ما سنفعل القائد؟ ها؟ ما سنفعل؟ نحن ما سنفعل القائد؟ لا أفلك في حتة بقى. أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أه أخوان. أنتوا أخوان؟ ها؟ إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة؟ مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده. خلاص خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي عايزك تيجي كده في وشه كده وكانك بترجع تروح تهفف كده. ها ماشي. وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك وانتوا ضربوا ببعض. بس يلا شغال اعمل حاجة. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا انخلص اسمك فيها جسمي. كده يا كده. اسحن اللون. طلع لسانك كده. عايز رحمة يا ابوك. انا الفارس. نعم هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه. اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة هجي لك انا. يلا يا ليش تميات. لا على ابوكو. حديك بقى حمدان. اخليك تروح كربان. وهوب فوق. لو ليك الشو. وهوب ايها الفارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. هريسه. اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب ايها الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا همكك. اقف يلا قول. ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يغرك جسمك. اوعى لغزك. كفى. لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو مولاتي. اكمل.
كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون. أمر اسمك فرودو. بونبون سيما. هريسة والكنز. نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش، وهذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن. اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرف عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ؟ وأنت مولاي وسيدي، أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه؟ وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، هي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آين يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكر الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء. اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. ما لك بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي.
مولاة الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على فايز يا ولدي. شكرا كده. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعه الكليوله. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن yeah. ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك. أيوة. خطة التي دبرها معي الأمير. أيوة. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش مالك. اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر وان مينيت. يموت أرنوت يموت ليست هي المشكلة، لقد أخذ منا الماني. الكورونا أند هاف كورونا أند ربع كورونا حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا ذوق هضبة. ونعم الرأي يا ذوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا ذوق هضبة.
إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ سلم بي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا. هيا. اذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز ماشي. جد هريسة. جدو سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملعون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا بقول فازر دول. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألف سبريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر إذا هاتي انصر. هذه إيه؟ الدبانة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه وماله؟ الذبابة الحمراء. أيوة سر العائلة. أيوة الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة اقترب اكثر. اكثر اقعد في بقك يعني ولا ايه بقى؟ يا للجمال. ايوه يا للحسن. حسن ايوه. يا للروعة. الراجل انا قلقان منه. ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. جدتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي شوليت؟ هي شوليت تبقى كتتي؟ وأنا روميو. روميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين. نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون. وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حولة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده؟ زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة اقترب أكثر. أنا مش هفلقان منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. ايوه عند اخر ممر الزيزفون. اعرفه. عارفه انت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. ايوه هي عارفه مكان السفون. ايوه. هو الموت يقترب. فين بقى؟ هو يقترب اكثر فاكثر. فاكثر ازاي يعني؟ فاكثر ازاي؟ كتي
اوه ماي جاد، لماذا قدمهم مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيلة كلها دي بترفع رجلها من الآخر، دي مكان الإعلام. بس أنا عرفت ليه. مفتاح الكنز. مفتاح الكنز؟ هيا هيا فعلي، هيا يلا حطه في جنبي هنا الأول. استنى هيا يا سلام، المفتاح معنا. ها، هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهنشاه سكند. صمتاً صمتاً صمتاً، كيف تتكرر وتتكدس مع هشام اسكندر بغزل الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اقبضوا علينا. مبسوطة؟ اتركني، مبسوطة يا اتركوني يا بنت، اتركوني يا أحمق. سيقتلوننا. ست عمري ما أسكت معك في مصر من مشوفتك. ماذا تقول؟ بل أقول بل أفول. عوني بقى بدماغك للشبك للشباب كان للكنافة دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بلا مغوار بلا منبار، اقعدي بقى والمصحف حقك على وشك والبنية بقى. اجري على الليلة والبنية والمصحف على السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ النوع الليمبي مدرب الكونج فو، هل نسي؟ هي هي انه انقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخرطة بتاعت ارضي يا عم والمصحف. لتنزل لعنتك على كل خائن، ليرعد الرعب، ليبرق البط. أين اللعنة؟ أين اللعنة؟ لقد طلبت أن تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم، هارس قال بعد الممر. هيا 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 يا سنوب. باب الكنز، باب الكنز، باب الكنز. يلا يلا انتظر انتظر، الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سلومبي. يلا اني اتيه. يا نهار اسود، سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني الامير يريد. لا تتعني مني يا هند، لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك، انت عم مساعن. انت مساعن يا سيدي. مساعن حنان، مع السلامه عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. حنيني، احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمه بتعمل غير. بقول لك والنبي، احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطين، شايف جاموس وبقر ومعز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوطين، يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن، صح ولا ايه؟ انا مستعد منك حاجه. مستعد منك حاجه. ايه انت يا ابني؟ هنا انت بتكلمني انا؟ انت افندم يا مسياحكم. ايه؟ افندم يا مسياحكم انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد، امشي على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه، ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار يا جدع، ما بلاش اللي تعرف. انت من حمار يا جدع، انت من حمار وستين حمار والله حداد بايدي في زرك هطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج، انا بقول لك اروح السيده زي ده ازاي؟ ما انا بقول لك يا تركب حمار يا تاخد يا جدع. اجري بقى، بلاش غلوه بقى. يا عم الله 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 الله.
انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدني معاك على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك في حاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق الدنيا محروق الدنيا دي كلها. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم الباشا حبيبي، شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجد انت تحت. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري. ايه يا عم؟ الله 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 الله، انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدني معاك على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك في حاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق الدنيا دي كلها. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم الباشا حبيبي، شاكرين قوي. يلا انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجد انت تحت. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري. ركبك. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمده، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اصلب طولك شويه. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمده. ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا قلب، بطل ولوله زي النسوان يا واد عيب. اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. لا اقف ارفع
راسك لفوق وياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي وارفع راسك لفوق وتبقى مثل يحتظى به. ايه طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري ابوك العمده. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده. دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ وصيتي ليك عيالي مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، دي نسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمده؟ يا دي عبيط افهم، الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمده. الله في سماه لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناقتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت وخلي عندك نخوة، احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحة عليه، ده راجل ده حبيبني وبيننا وبينه عيش ومال. قلبك كبير يا حضرة العمدة وصدرك كله حنية. اعمل ايه يا سخنة؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هنه وفرح وسرور. وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. ما الطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما بينتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده فيلم بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي هنتشنق الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار. قاموا هيشنقوني. عارف الطابور ده كلاته؟ هيموتوا مشنوقين. يا عيني وانت معانا. لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خماره يا كلبه. لا اصحى بقى.
مش الذنب اللي يتقاضوا خمارة خمارة ده أدقالك عشان خضر واجب الضيافة، إنما كلبة دي أنا ممكن أروح لك مضابة. المفتاح والباب والخمارة والإنجليز. بس عرفت أنا نزلت فين، بس خلي بالك خلي بالك أنتوا مش هتقعدوا كتير. ها؟ اتعمل عليكم ثلاث أفلام، الذكورية وبين الإسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشلق. يا عم حمارة مين ده؟ اصحى. لا يا عبد الحاج اصحى للنادى يا فلانة السيادة. أنا بص دي بص طبعا ما فيش اوعى يا دي لازم تموت أول واحدة. اصحى للنادى سخونة خش عليها. أنا النادى اللي ما بيبعرفش في حاجة دي. بصيت اتفرجوا يا رجالة وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمشي على خطاه ونقلده كل اللي بيعمله كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أنا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عم ده طلع زعيم بحق وحقيقي، أنا أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والإنجليز أكيد مش هيسكتوا. نقف إحنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدة حكيم. أمال إيه يا ولد، هو عمدتنا دي أي عمدة؟ ده عمدة مطرح ما ترش دقيلي. وأنا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا يلا. بس يا بنت طويله، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟
يلا كيش حد يومي هذا بقى كيش ماشي فرحي يلا يا بنت غوري غوري طول عمرك بخير نروح زي ما قلت لك بقى نعمل كده ماشي اسمع رجالة ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلتها ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول الاولى يلا بينا يلا بينا يا رجالة يلا بينا شفتك وانت انت كنت بتوزعي البنات صحباتك يعني بتوزعي سكه كده عشان انت معجبه بيا يعني حسيت انك معجبه بيا فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه سنه سخنطات كده اوفر يعني ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين اول لبحي اسيوي في ايه؟ غراب بين اول لبحي نبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه انا يعني الرزبه اللي ورا دي بس يا بيت بقولك ايه نبي عسل انا اللي عايز اقولك ان انت عسل نكرر يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من جلدي والله القلب بقى هنا دلوقتي بنساعة بشافك حدف يا بيب يبين بقيت سحرات التلاتة اللي ورا دول ايه دول يوه طب هو انت اسمك ايه خدامتك فتحي لا اوه تقول على نفسك خدامة لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا وانت من الاحراز اتوح انا عارفة اسمك هو النبي ايوه طب انا اسمي ايه سليبي ايه سليبي دي اسمك سليبي لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي يعني انا حد من دول سليبي يعني ها اوباليه والنبي عسل لا انا اسمي الليمبي لا بقدرش لازم اقول لك سليبي بقدرش اقول لك ليبي سليبي عشان انت مهذبه ايه هتقول سليبي بدل ليبي ايوه كده طب ما تيجي ده بص عندي نزداد ده غلس قوي ايوه بس يا بيتي توهي ده غلس قوي ايه تعالي مفيش هنا اي كفة شوب كفة شوب؟ او ام زرال في كوشة شوب او في ام زرال تقصد دروه؟ دروه؟ ايه ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس لا شيء دروه يعني وراه يلا والتبديل يا سليبي من التوحيد والنور والنبي عندك حق عشان كده وحدتني ونورتني قال قولي هو فين طفل التوحيد والنور دي في مصر بصر ايوه بصر بالدنيا بصر بالدنيا ايوه بقول لك ايه ايه هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون يقر زيهم زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب في ليل ونهار تضرب فين ايه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد وكنز قال طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده وبالده اردب قبح وبالده بطين ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحينية بليم ايوه بليم وجاب بيه حلوة طحينية ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم ايوه امال ايه واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه اتعبه ايوه عبي نضر راح عبي لحد ما نضر راح ايوه. ده انت مش عايزه عمليه الحنيه ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مريقينك هو عادي كان عشان خاطر يتعني ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بانه تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه
50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يساعد؟ يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه؟ 50؟ واضح ان الباب المره دي رمامي عند محمد ابو سويد. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفعي الكلفه، ارفعي الكلفه بيني وبينك كده، وشيل السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت منا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بنت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بنت بقى ايوه بقول لك في كنز، خدين انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. دوني شغالة هنا. كان صحي حكاية الكنز يا ولاد؟ ايه يا بنت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خدين انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخده انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي، عيش يا بنت هنغنغك. بصي على بيتك لؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبينا. خلاص. هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات، ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. انا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش. درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابيه والعبابه والجزبه. هذا انا اصلا ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس انا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك ده يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه وهتخرصي، لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبتيش يا سليبي. يا بنت انت كرهتيني في السلبات. عاش امي. الناس دول عاش امي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا اولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. يا أيها الزعيم، لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك. أيوة. والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة باخدك، بس أنا أصل عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك. أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة. أيوة. إحنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة. أيوة. لازم نحتفل بيه. أمال إيه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. نموت ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. أيها المصريين الأحراز. أيوة المصريين الأحراز. أيوة. وخذوا قد ولدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا. أيوة. من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لأنهم خلوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثورة. ايوه صحيح. مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجة زي كده. ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. احسن. ما انا ما بنسكتش على 15 قرش بس. ابدا. لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا. احنا مش المفروض كده. ايوه. امال ايه؟ انظروا للحنفية. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ترعة؟ ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة
في قلب الترعه لانها نشفت. طبعا. واللي نعدي على الترعه لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعه حول على المالح. 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 بقى بيوجعني. انا لسه بيوجعني. بقى بيوجعني من مشي امبارح. يلي على الترعه حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقى بيوجعني. تقول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 انتوا ايه؟ معلش يا مشكلة الموضوع اهم حاجة ان انتوا تشيلوا الجلة والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا انت ما تستناش كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قبل الجلوط ده. ما يصحش طبعا. يلا بنت جرمش. لا عايز ايه يا بنت؟ انا فتحي. ايه ده فتحي؟ طب مش كده؟ طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه اطور من الطينه. احنا مستنيين والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ايوه. ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه. طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي. ده باهل البلد كلمه اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. آه. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. قال لي يا سلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عم تقولي لحبية شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادلي بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكة. أيوة. احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البت العبيطة البت دي ولا ايه؟ بدك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. ايوه يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياة ابوك انا عايز اقول لك كلمه.
انا عايز اغير الهدوم دي، تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم، تعال على دوار العمده غير هناك. لا 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 عمده لا، انا عايز حته تانية مكنفه كده اداريه. عينيا يا زعيم، احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك، بس هي مش في مقامك يا زعيم، مش في مقامك. انا هخش اكل، انا هخش اغير كده. لا لا مش في مقامك. يلا بقى. لا زعيم الا انت يا عم، يلا بقى. لا زعيم الا انت، عند بدل تسقيل قوي. عمدتنا وحبيبنا يا بطل، حبيبنا 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 حبيب البلد كلها، والله حبيب البلد دي كلها، والله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ طب انا كده دي الخدمه الشريفه البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله حبايبنا، لا سهل على شيلك شيل على كلام حلو. خبريه يا اخويا خبريه، هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل، قول يا حبيب، قول يا مشرفنا والله. لا لا والله البطل ده ما يقعد الا في حال. هنا وهنا اتفضل يا عمدة. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت، البيض يا بنت، البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمدة. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا ينعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر، انا احبش التمر. لا 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 مش التمر، الطبل. ما احبش التمر انا، ما احب النزعه بتاعه. شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دوم يا مسيكي. اقعد يا ولد.
ولبساني. انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهجه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله والله عسل. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ رزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله. الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا مية تدري. ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ خلاص 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 وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ستي فتحيه. انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنكم يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي يا علوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحنية يا فتحية. أنا أطلع لهارسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتطبصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ تقولي لك انت سلب السلب اهو. ده من جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في بين في شبال في فوق. يلا 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 فتح. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمده يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده. الصبر حلو وكل وقت وله اداه. واللمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ اقرا على روحك الفتح. ده إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا برضو بلد الجدعنة والرجولة والأدب. الليمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي سلامة يا شنتالة.
عن التفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش مسيد زلم والله يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره، طب يركب طعم دواسات وحياة امك لاجيب اسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامه لاذبح جدي واوزع على البلد كلتها. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع ايدينا على السلام. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليب. انا هضربك لو ركبت. ريحني. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت احنا ايديا داخل في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني. كلنا بنخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم. لا خد بالك بزي يا عم. استنى، انت ما مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره. سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقولك على سر يا سليمبي. حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. طب لك انت شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسة الكلب ما اعتاد، وإن كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأنا هعمل ايه بالعقل؟ أنا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدة، الكنز. وانت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا حط بلغة في بقك. احنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره.
ده عدلي ده يا شيخ يا اللي دارس الدين. الدين براء من هذا الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، حكم الإنسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لأصحابه ونعدل الميلة لازم يكون في الحكاية حكمة. حكمة؟ أيوة حكمة. اخلص انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص. احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خف خف يا نغه، افتح الباب يا خيخي. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه، فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أني أني إيه ديه؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزو. انت واهلك اللي هزو وعيله وطيه ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين عديم الربايه. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهوش كده يعني؟ تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريس. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينه مصديه وهاتها عشان احس بيها رقبه الكلب ده. سكينه ايه يا عمده؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. احصي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على سلامه يا سعيد. السلام عليك. الف سلام عليك. خلاص تمام، لحد يجي تاني. انا خفيت انا خفيت خلاص. بطي يا اختي وهي يلا وروني عرض كتافكم. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامه يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. واكبر اختي وفي برضو. والنبي يابا علقي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه شاي لسليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع مني. واني هنام شويه بس. عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. ده بيطلع عسل. والنبي عسل يا بنت. ده انت بصي ده بصي في عينيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي. فانت في سفينه ميه كفايه ميه
كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي بلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيليبي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحه. بص العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاله غبوب السكر، وام بتجيب الشام المزارع كده، وبنت قافزه على رجله. بنتك سيبتيش يا سيليبي؟ لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي. خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بص بقى، انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه. طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركة. ايه ده؟ ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام اخد وعطى. انا حتجوز البت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شاليه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. انا عارفاك، انا خبزاك ووكلات وهضمات. اطلع من دول يا عمدة هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك العز والاملاك. بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صلة الرحم. لا فلوسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه هادي يا الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. سلمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايا يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا ولية وخش جوه. يلا خش جوه. عمدتنا وحبيبنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت لو حاجه جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها مسكين ولا ايه؟ يا اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه.
بأمارة ايه يعني؟ ابني بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي حط ايدك في ايده يا عمدي. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب، الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسوا ناس ألوفات، سألت رب البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب، يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش، خد من العروسه يا جميل واديها، خد من العروسه يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. دايماً تلاقيها، اسأل عروسك تراويسيها، في حضن قلبك دايماً تلاقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. صباحية بعد السلام قدم له ألف تحية، انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله. قال لي يا بنتي اللي في الحجاب دي مظبوط؟
يعني هوان اقدر اجيب حاجه للست المقتدره الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجه مضمونه مجربها في نسوان ياما؟ حق يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي رضاك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل بصحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنة نسوان البلد اللي عايزين الحش. سليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير نوب العواف. الله يعافيك. بعد ده جسمه مكسر جامد قوي. الله قولي يا سليبي. فداك يا سليم. انا قولي هو ايه دي؟ ايه دي يا سليم؟ انا ده الدبانة بتاعت العيلة الهرسية اللي تثبت ان انا من عيلة هرس من الموروث. ايوه باش. طب ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه؟ شو ايه؟ ريقك. وانا حفظ والله حامل جريمة تيتل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه بس اصنعها كنزة شوية فانا مش واخدها على كده. ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجة. بوز او بانجة؟ ايه؟ يا بنت المطعم انت عارفة؟ انت عسل؟ انت غير ما انا هقوم انا عشان ده. يلا قوم وانا هحضر لك شوية فطير على شوية عسل على شوية بيض على شوية جبنة. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سليب. ايه؟ بقولك ايه؟ ايه يا سليبي؟ لا تجيبني يا سليبي. يا بنت انت ما انت ما تسكتش معايا يا سليبي. يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سليبي.
كسفتني يا بنت حمود. زود عود هنا عود يزوق برجلي. أزوق؟ أسحب ولا أزوق؟ ده زود زود برجلي. أيوة زود زود بنت. أيوة. بلوسن نايلون نايلون على شبة تركات حيلتيها تيها يولاد الحلال. بلوسن نايلون نايلون على شبة تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جو بعد دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة دوخي جو بعد دوخة واللي يلاقيها للعيال يطلب لها بالحال. أنا شو جدك ايه يا سليم؟ بتدور الجبنه دي شفت لد بالهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليم هاتلي التسكته من على البلاص. كده يلا ايوه يا ده هات التسكته يا بت. هات يا سليم بيختي عليكم على جمال. ايوه كده قمر ايوه مظبوطه في النص. ها ايوه جايه مين؟ انا علوان يا سليم دي. عايز ايه؟ ايه ده هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه قوم يا بت جوه يلا يلا انت جوه كلام الفاضي ده عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، كلام العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اه من ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي، قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه انا كده وش صريح يعني. طب يا سليم بي خد البيضه وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتاخرش والنبي يا سليم. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تكدنيش التحسين يا سليم. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيب لك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص بديلك. يا سليم بي اجيب فوتك بعافيه. ما عاد في سخراره. مع السلامه. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرد توحى اخرج يا سليبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتسلط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي بش رجلك. ايوه بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يودع. ليه؟ مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل والشهد المكرر ده نساني كل حاجه. يا سليب احنا في الصباحين. ايوه يا بنتي. شفت امبارح كانت عامله ازاي الليله؟ شفت النطه اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمره الثانيه. طب يلا روح له بسرعه. هو تاكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك ها؟ فبقت لي استاذنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامه عندي. امال ايه؟ نفهم في الاصول. بلك انت العبد دي بين اهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربني بين ولا حته لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمه. واحده واحده بقى عشان افهم ام الكلام ده واعرف ان ام الحرف ده بيخرج بيخبط في انا حته. يلا قول. بقول لك هو اللي بربني بين ولا حته لحب حبر. هي اللحمه الحبر انا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بالو كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا وانت جهزي نفسك هدعي لك.
اعمل لي اكاوي وكوارع حط لي نازل من لما انت حطيت على الطاعي يا سليم. يلا قوم روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليم. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليمبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسة وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجعلي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليب. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا يعني يعني يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمب اتقلب من زوديك في الطيارة ولا ايه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أنا منافق. أنت منافق. أنت بمنخرين. أنت ما تخلص يا قال احنا هنقضي بقى محايلة عليك طول اليوم ولا إيه؟ خلص الله. ما ترمي من الطلاة يا والي. الله مش هطلع أنا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا أنت بوعك ده بشرع مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تنشغلش. طلع ربنا يتمنى يا اخويا ويبتليك بمرضي يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا انا قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنت حسان طالق مني. ربنا يتمنك يا عم محمد. يا بلا يا بلا يا بلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خذ من الحق ربنا يكفر وشك يا ابو سلام يا حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي جاز اشتريك يا بنتي يا قدر. ايه ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بين عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتي. لا يا اختي بقطع بتشجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي وهي هكلبه لكم بس على شرط يكون شبهه كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلته. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. نخدم ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت بالفعل. الله يحفظك يا سليبي. مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بديش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي انما النهارده ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سليبي. لا انت طلعني منك يا حبيبي. وطلعتني؟ ايوه انت هتتهدي بالسلاح. عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري يا لهوي يا بشفتك يا فتحيه يا فضحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده من استنى بس وافقت عشان هو عشان انا بقى افكر بعد كده هعمل ايه. انا مش عايز ادخل
والمطعم ده هيسقط بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وش يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يعني تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا ده؟ انا كنت بمدح على بتاع العيد. ايه؟ لا غور يلا. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور. وحياة امي اللي حاسبك بالطوب. يلا يا مجنون. غور يلا يا مجنون. غور يا تجدهي. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي لليلة بتاعتك دي. ليلتك ليلتي يا عروسه. يا لهوي. بس قمر قمر يا ناس قمر قمر، البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة. يطلقكم مراتك بالقوة. حق بطرده واسمعوا دي. طب ايه عند الحاجة؟ وانت كنت شوية مقضيها لي الغاز. اللي بتطردوه ده وحلقوه ده. انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوة الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجة ما يتسكتش عليها ابدا يا رجالة. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافية لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقه على العمدة ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرناطه كده في قلب الارض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الذنب هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجعنا وحسن ابو خد كبير ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الله. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فين السيده زينب؟ لا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه، انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم. أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده بلوزي؟ بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي الله 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 الله. الحياة والخيشة جرافيه امها وقفة تترجفي للأرجوز. طب ما بتترجفي ليش أني؟ لا هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ الله في غنمها أبزار الإبادة. شيخت رنة وبندقية معمرة. هو هرقص له واحب اللي بالي. ده ما تخلاش يقدر تغلي بمرة. بدبولي أحيي بدبولي أحيي. ساتر يا رب. يا عيني عليكي يا حبيبه امي، ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليه؟ مالي يا عملون مالي عملون يصلحوا للارض عليك.
الواد يا علوان، فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد، مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه، دبت نملة، زقزقت عصفورة، ولا حب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي، فاهمين يا حوش؟ هو فيه الحوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطاية فاهم يا عمدة فاهم. نرجتك ده يا فمك نور يا الله. وانت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت؟ انت يا روح امك، انت مش قلتلك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها؟ عايزة ايه؟ لا لا صحيح، في ايه يعني؟ تعالى يا عم. وطي صوتك طيب. تعالى ايه؟ ايه بلاش من عندهم يعمل راحة ربنا. ايه ده؟ خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا 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 الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه؟ الاجراءات يعني. انت يا راجل مش اتزفيت واتزفت واتنيلت بستين نيلة؟ في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا يعني؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللمضة. حاضر يا بيتدر. ايه العجلابيتك يا عمدي؟ سر الشر يا بيتدر. ايه العجلابية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار. العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبدة وظلمه وجبروت ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحي يا سليبي. يا حبيبتي سليبي. حبيبتي يا تلحى، ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي. عامل ايه؟ الحمد لله. اخيرا فتحي يا القدر جمع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. أخيراً أخيراً السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحي أنا. قول قول يا عيني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال أيوه تعال تعال شوف تعال تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل ما تحضر سليبي. الحمد لله ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البوهيم ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ انا روحت بينك والكنز روح كمان. يا بنت الكنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى، الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وانعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصيتي يا بصيتي يا فتحي نهار كزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستقصصت. ها؟ سألت واستقصصت على علاقة احنا الاثنين، المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او من يعني من يومين، فاحنا مفيش. انت تحليلي دلوقتي يا بت.
انت تحللي وجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده من الجوز يعني انا دلوقتي عايز يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هموت غير ايه على فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكني ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من انك منزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة. وحياتك عايز 2 لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه ده اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زودت الاوردر عشان قدر صحي تقابل المرة تفضل معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزة ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبة حليب وقصوطين وخيارة انما القت عليا انا داني حصرف من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه ده تعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركه يا عريس. صباح يا بركه يا عمدي. يبقى اللي جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمده انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفايه كده يا سليبي. الراجل ده برضه في بقى ابويا. شايف انا نعم اصيله البت دي والله بسون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنت بموت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبي بوته بقى. يا سليبي يا عم الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع ما تتحركش. انا بس انا عايز اهرب دلوقتي. لا تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك
وحنح راضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا بس راجع لك. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عملي عملك نوبة على صدري. انا افضل نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا زليبي. بنت نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا زليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلبيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. خليك قفشه قفشه جن. خليك قفشه جن. استني هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس. بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا؟ مش عارف انت جاي ليه. بسرعه يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب بقى. حاضر حاضر. يلا انا مهلك على مهلك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة يا عمدة يا فضحتك يا عمدة يا فضحتك يا عمدة يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدة. ايه يا ابني احمر انت ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتة. يا نهار مش فايق. وانجلت واتنفخت. مش العمده اللي يلبس الخازوق ده، ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل الكليله. ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول وادي الجربوع اللي اسمه الامي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمده. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونأدبهم يا عمده. انت ادعي الواد. ايوه جنابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا نار. حاضر جنابك يا عمده. يسلم فمك يا عمده. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمده. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوه بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يما يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول لي؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز. بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه. مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب بالكاركتة جايه في بعدها. اما دي كل حاجه مدروسه ومتخططه. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوة. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قعد معايا وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف. هو الراجل ده اصلا بلوتش. ما بفهمش الراجل ده.
مش كتر خيره ده بدل بتقوله بو الشاكرين. هذا ايه؟ بو الشاكرين. بو الشاكرين؟ ايوه. وده هذا انت؟ بو الشاكرين. العاف خلاص ريحت لحنيتك. ايوه. الناس قاعده كده ليه؟ مش عارفه يا سيدي. اما الناس بتسوق جمعه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام. وانت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجاله اطمنوا، زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. ايوه. تعال ادر شويه الكئيبه. ايوه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين. ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحته بعفدي. يا هذا بن شوي لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم يخدر يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الويقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. نستبزه. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز. ايوه. واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه ايوه صحيح. ايوه امال فتحت حي ادي هنا يا سيليبي. ايوه البلد محتاجالك. ايوه حاضر خلص. انا هحاول اقول اديب ليا من البلد. اسمعني بقى يلا يا سيليبي. ما خلصت بس بقى ترد قوي. الله يا هالد رشواي العتيقة. ايوه يا هالد رشواي الكئيبة. ايوه لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد الدعاء يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي مالوش قديم. ايوه مالوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي مالوش ماضي. ايوه مالوش حاضر. ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعترف بيعض. ها انه انا انتم وانتم انا. تمام. من الحمار فينا بقى مش مهم. ايوه ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك. والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه مظبوط طبعا. ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه دي اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه ولا للغني. ايوه والله الغني. ايوه يا رجاله يلا بينا يا رجاله. ولا انكم تعالوا من هنا مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله.
مبسوط عارف؟ هيا يا حاج بابا. شايفة الناس مبسوطة قد إيه؟ بينك الناس بتغرق يا سيلبي. إيه؟ بيغرق ولا إيه؟ لا من نارك. إيه؟ يا لبي يا لبي يا يا نهار اسود. معلش يا رجاله، كل ثوره وليها ضحاياها. الفتحه على اخواتكم، الفتحه. كفايه يا لبي. والان ايها البلد، الان الان حان موعد الموجه الثانيه من الثوره. انت فين يا فتحية؟ انا هنا يا عيني، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه يا لبي؟ لبي ايه ده؟ ما فين لبي؟ لا ده كان زمان، انما ده بيت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار اسمح، ده حبك قوي يا بنت والله. وانا بحبك يا لبي. انا كمان بموت فيك، بس انا خايف الثوره تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. ايوه اهتف يا زعيم. ايوه زعيم، ايوه هاتف. طب اهتف ورايا يا فتحيه. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العبده. عبده؟ يلا يعني اذا كان سلبي مش هتبقى عبده. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العبده. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العبده. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العمده، يسكت يسكت حكم العمده. يسكت يسكت حكم العمده، بقالي 30 سنة عمدة دنشواي أبا عن جد. عمري ما حسيت إني مالي مركزي قد اليومين دول. أيوة أمال، هم حيلقوا في البر كله عمدة زيك. ده أنت مراعي مصلحة أهلي البلد كلهم آخر حاجة، حتى الإنجليز شايلهم على كفوف الراحل. ما هي دي الشطارة، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحة واخر غندرة يا مبطرخة. يا عمدي يا عمدي. ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العنينه ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضة. غور يا ابن السرمة، انتوا هتشوفوا ايام سودة. غور يا ابن السرمة من هنا. جبري ليه؟ والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ ايه عمدة؟ الواد اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا يكونش يصدق انه زعيم بصحيح؟ انت لازم تتصرف يا عمدة. طب والعمل يا ميت تدري؟ وهي دي الفكارة، ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليلة، ارميه من فوق والليلة يا عمدة. طب افرضي انه وقع وما ماتش،
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا وليه؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليك، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 هيصة هيصة عندي عمدتنا. انزل يا عمده، انزل يا عمده عشان تشوف الموجه الثانيه من الثوره. الناس ايه؟ ما ايه؟ مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفه يا سليب، بس ادي معاك. تعالى. ايه الناس اللي مشيت دي؟ ايه فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول. ايه وفحلم بصل بس وقرنين بس بس فاهم. جوعت جوعت يا سيدي. يا بنت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتني. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوف البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ستي. مش هتنامي على عيني اللي جابوني؟ هتفت خلاص. بس بس يا سيدي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي. ايوه هريسه اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي، انا اعمى. اخرس يا كلب. عم هريسه جدو. جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبله. الحمد لله الحمد لله. هي دي البشاره، اللمبي بيطبل على الطبله. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانه الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي؟ ايوه. أنا مبسوط قوي. أيوه. إنني فتحت قبل ما أموت. ده ونبي. وهقول لك على سر الكنز. قول. أيوه بس مش هقوله لك هنا. أما فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة إزاي يعني؟ فين؟ الشجرة الشرقية. عارفاها؟ أنت عارفة الشجرة الشرقية؟ أيوه. أيوه خلاص ماشي. الشجرة دي هي فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. كنت احذفلي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حذفتلي البرتقالتين. ضيعت عيني. بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. وخلاص فدي تحت الشجرة بقى. سد معايا بتحيي. خدها يا سيليبي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد يا خلق يا شهادهم. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبر يلم العفش. ده عاد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كلتنا ونكتم على نفس بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره.
انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك قرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براوه عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مهلك جدي. ده مهلك جدي. انزل انزل حط لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي انا خايفه. بس بنت بس بنت العلامه بس العلامه العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه ايه سليب. مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ايوه. ما كدبتش يا سليبي. وصفه الكنز كبات. الله انتوا مالكم متعسره قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش اسيب ابويا وابي. مالهمش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش يا سليبي. بشادي اللي بيع اهلي ادي بالبلد دي بلد ابويا وجدي ادي مصري. برافو واحد وقوي. يلا بقى خلاص. روح يا سليبي. طب حروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟ هدوه الليمبي الكاري كاري. هدوه الليمبي ده. هيا عايزوا هنا وحياة أمي لربيكي. هاتوا الليمبي الكاري من هنا. فتحية